وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وإن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وأنه هو أغنى وأقنى، ليس لها من دون الله كاشفة. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكنتم أزواجا ثلاثة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للموقنين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وأنه لقسم لو تعلمون عظيم. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.